مقدار ثابت، فهي دالة الرياضيات اف لإكس. دابا عندنا حنا هنا يو سي لتي سي، عندنا في الرياضيات مثلا الدالة اف لإكس. دابا حنا عندنا هنا في هذه الفقرة شكون هي الدالة؟ وهي التوتر، لأن التوتر بين مربطين المكتف أثناء الشحن واش كان ثابت؟ واش بدا لنا من الصفر وبدا كيتغير لنا مع الزمن، حتى من بعد غادي يستقر، ولكن بديك المدة ديال الشحن ها غادي تيتغير مع الزمن. إذا فهو دالة، دالة ماذا؟ زمنية، يعني يعني مقدار يتغير بتغير ماذا؟ الزمن. صافي؟ إذا كما قلت أنا دماغي دابا مبرمجو على أنني يو سي كنتعامل معها على شكل على أنها دالة، ماشي شي مقدار ثابت. صافي؟ حسن. دابا سيدي هذه المعادلة التفاضلية بغينا نلقاو الحل ديالها. ما من شنو هو الحل ديالها؟ يعني نلقى التعبير يو سي لي تي، يعني الدالة يو سي لي تي. ما هو تعبير هذه الدالة؟ صافي؟ إذا بالنسبة كما قلت أنا قلت قبيله في المعادله التفاضليه ان شاء الله في الرياضيات مازال غادي تقراوها. صافي؟ اذا هذه المعادله التفاضليه كما قلت هي معادله تفاضليه من الدرجه ماذا؟ الاولى. وغتشوفوا ان شاء الله بانه في الرياضيات المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى الحل ديالها كيكون على شكل داله اسيه. ملي تنقول داله اسيه يعني ديك ليكسبونسيال اللي سبق لينا درناها او درتوها كذلك في النووي. تحولات مدى النووي في قانون التناقص مدى الإشعاعي. صافي؟ الحل ماشي نبرنوا عليه الى اخره، حنا ذاك الحل غادي ناخذوه جاهز منين؟ من الرياضيات. صافي؟ إذن اي معادله تفاضليه، اعيد، اي معادله تفاضليه من الدرجه الاولى فالحل ديالها كيكون على شكل داله مدى اسيه. إذن الحل ديال هذه المعادله غيكون يو سي لي تي كتساوي ا ليكسبونسيال موان الفا تي زائد ماذا؟ بي. ا ليكسبونسيال موان الفا تي ماذا؟ زائد بي. هذا الحل كما قلت خدينا احنا منين؟ من الرياضيات. صافي؟ احنا اللي تيبقى لنا احنا وهو تحديد نحدو ا والفا وبي. فإذا خديت مثلا نقدر نقول انا هذا الحل هذا حل عام لماذا؟ لمعادلة تفاضلية من الدرجة الأولى، ولكن هاد أ و ألفا و بي ثوابت. ها؟ كتعلق باش؟ كتعلق ب كي اللي تيتعلق ببارامترات الضارة. شنو كان عندنا بكلمة بارامترات الضارة؟ الضارة اللي درتها أنا قبيلة شنو ممكن عندي؟ عندي مولد ياك؟ وعندنا موصل أومي. وعندنا ماذا؟ مكتف. ياك؟ باش كيمتاز الموصل الامي بمقاومته، باش كيمتاز المكتف بالسعاد، باش كيمتاز المولد بأو ديال يعني بقوته الكهرومحركه، يعني التوتر اللي كاين بين مربطيه. صافي؟ اذا هذوك الثوابت او عقلوا انهم كيتسموا بارامترات الضاره. بارامترات كما قلت الضاره، بحال دابا ملي يقول لي واحد السؤال او زيد التعبير كذا بدلاله بارامترات الضاره نفهم بانه خصني نلقى بتعبير ار مثلا والسي. صافي؟ اذا نعاود، اذا عندنا المعادله التفاضليه ديالنا هي التي يحقق التوتر يو سي. اذا الحل ديال هذه المعادله التفاضليه العام يكتب على هذا الشكل. حنا دابا الان ما علينا الا نحدوا ا ونحدوا الفا ونحدوا ماذا؟ بي، مع العلم بان ا والفا وبي راهم ماذا؟ ثوابت. صافي؟ يلا رزاز نكتب ان حل معادله تفاضليه، إن حل المعادلة التفاضلية، إن حل المعادلة التفاضلية نقطة ترجع شوية لسون نكتب طو في المشتقة ديال يو سي بالنسبة للزمن زائد يو سي يساوي إيه. إن حل المعادلة التفاضلية طو في المشتقة ديال يو سي بالنسبة للزمن زائد يو سي يساوي إيه. يكتب على الشكل، يكتب على الشكل التالي. نقطتين ارجع لسن ديال سيدي يو سي لي تي كتساوي ا ليكسبونسيال موان الفا تي زائد بي. ارجع نكتب حيث ا، حيث ا فاصلة ألفا وبي
ثوابت. يتم تحديدها، يعني هذه الثوابت يتم تحديدها بالتعويض في المعادلة التفاضلية، يتم تحديدها بالتعويض في المعادلة التفاضلية وباعتماد الشروط البدئية. أشنو كان عندنا في الشروط البدئية؟ يعني عند التي كتساوي الصفر. رضي عليك، سي تخي بيان. يعني اللحظة اللي اعتبرناها ماذا؟ أصل للتواريخ، وراني قلتها قبيلة، هي اللي فيها ماذا؟ قاطع التيار. إذن وباعتماد ماذا؟ الشروط البدئية، ديروا بين قوسين عند التي كتساوي الصفر. إذن كما قلت قبيلة، اللحظة اللي غادي نغلقوا قاطع التيار غادي نعتبروا هذه اللحظة هي التي ماذا؟ تساوي صفر. صافي؟ هي غادي توصل فيها القيمة. نعم؟ هذه هي ديك اللحظة اللي غادي توصل فيها القيمة أ. شحنا غادي توصل للقيمة أ اللي رسمناها من غير التمثيل. لا. اللحظة قلنا كتساوي الصفر غادي نعتبروها هي اللحظة اللي غلقنا فيها قاطع التيار. إيه سمع، اللحظة اللي غلقنا قاطع التيار شحال كان التوتر بين مربطين مكتف؟ صفر. كان مازال ما مشحونش. هذيك اللي كتهضر عليها أنت مدة الشحن. لا انا هضرت دابا على اللحظه اللي غلقنا فيها قاطع التيار. صافي، يعني بحال عندي مثلا واحد الكرونومتر، اللحظه غنغلق قاطع التيار الكهربائي غيبدا يشتغل هذا الكرونومتر. صافي مزيان. يلا اعيد لك. سمعت، ها المعادله التفاضليه كما قلت، ها الحل ديالها. سمعت واش حنا هذا الحل برهنا عليه منين جا؟ اش قلت انا قبل خديناه منين؟ من الرياضيات. انت ما شاء الله غديروا الدرس ديال المعادله التفاضليه الى اخره. صافي، اذا هذا الحل كما قلت خديناه اللي هو حل عام بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى. معنينا احنا الآن إلا نحدوا هاد أ و ألفا و بي. شمو قلت كتبت شمو كتبتو نتوما؟ أ ألفا و بي ثوابت، تنحدوهم باش؟ كاين اللي فيهم غنحدوه بالتعويض وكاين اللي غادي نستعملوا الشروط البدئية. غير هاد الفقرة أنا الأغلبية ما كيدخلهاش لراسو مزيان. ما هي السهلة، خصنا نعرف نتعامل. خلينا شوف، خلينا من المعادلة التفاضلية اللي فيها دابا. شوف دابا المعادلة التفاضلية شنو هو المجهول فيها؟ دالة. ننسى ديك المعادلة اللي كنقرا مثلا حنا عندنا 5 اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 3 كتساوي الصفر. هادشي راه ما عرفتش من الاعدادي وانتم تديروا ياك 5 اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 3 كيقول لي حل هذه المعادلة في ار مثلا. سمع، لما غادي نحل هذه المعادلة أنا ياك، لما غادي نحلها شنو غادي نلقى؟ إكس مثلا لقيت دلتا أكبر من صفر، كاين حلين ياك. هذوك الحلول شنو هما؟ أعداد. غادي نلقى إكس مثلا جوج كتساوي ناقص 4 ولا كذا. شي دابا هنا لا، دابا شنو الفرق بين هذه وهذه؟ بون، الفرق بين هذه وهذه المجهول فيها أو المجهولة اللي غادي نلقاو منها أعداد. هنا لا، المجهول هنا دالة، ندخلها هكا لدماغي دالة. فهم؟ كما قلت انا قبيله، الا بغينا هذه الكتابه اللي عندنا حنا دابا في الفيزياء ردوها بالصيغه الرياضيه مثلا، غادي نديروا مثلا 5 ايغريك بريم زائد ايغريك كتساوي صفر، مع العلم على ان ايغريك راه هي اف لاكس، حيت من بعد ان شاء الله في المعادله التفاضليه غتبقاو تعوضوا اف لاكس بايغريك. بحال دابا هذه معادله، اش نقرا هذه معادله تفاضليه من الدرجه الاولى. ها ملي غايقول لي انا مثلا، ملي غايقول لي انا الاستاذ في المعادله، هذه المعادله شنو معناتها؟ معناتها ماشي غادي نلقى ايكغيك كتساوي عدد، لا غادي نلقى ايكغيك كتساوي كذا اكس مثلا. يعني غادي نلقى تعبير ديال ايكغيك بدلاله ماذا؟ اكس. يعني المجهول دابا عندي الان انا شنو هو؟ داله ماشي عدد. صافي؟ لا كنبحثوا على داله، تعبير ديال هاد الداله ايكغيك لاكس. وكما قلت انا قبيله، ملي كتكون عندي معادله تفاضليه من الدرجه الاولى، يعني هاد ايكغيك لاكس غتكون عباره عن داله ماذا؟ اسيه. كما شفتوا ربما في الدرس ديال ار ال سي، ها في الداله المثاليه ال سي عندنا الشقاق الثاني والداله اللي هي معادله كتسمى معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. الحل ديالها كيكون على شكل داله ماذا؟ جيبيه، فيها الكوسينيس. هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى، الحل ديالها كيكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دالة أسية. صافي؟ إذا نرجعوا سيدي دابا للحل. الآن هذه المسألة ديال التعويض، كيف نعوض في المعادلة التفاضلية؟ دابا حنا عندنا المعادلة التفاضلية كنبحثوا على الدالة يو سيري تي، عندنا الحل
من الرياضيات خديناه. إذا من هو حل فهو يحقق وبطبيعة حل كما مثلا في الرياضيات ما غيقول يا سيدي عندنا نعتبر الدالة الفلان إكس أس 3 زائد 2 إكس أو كاري مثلا ناقص 3 إكس ياك زائد مثلا 1 كتساوي 0 مثلا ناقص 4 إكس. منين تيجي كيقول لي مثلا تحقق أن إكس كيساوي 1 حل المعادلة التوضيح شنو تنديرو؟ كنخرج شنو هما الحلول من بعد كنختارو الحل اللي كاين. نعم بلاتي بعد بلاتي فهمتوا السؤال ديالي؟ دابا عندي أنا المعادلة هذه من الدرجة الثالثة ياك منين تيقول لي أنا في الرياضيات تحقق أن إكس كتساوي 1 حل المعادلة شنو تندير؟ تندير الحل نعوض ياك نعوضو إكس كنعوضو إكس بواحد ها هي غتولي 1 أس 3 زائد 2 في 1 أس 2 ناقص 4 1 زائد 1 1 أس 3 شحال 1 زائد 2 3 زائد 1 4 4 ناقص 0 كتساوي 0 إذا فعلا إكس كتساوي 1 فعلا حل المعادلة ياك أش مدرنا إحنا باش تحققنا بأن فعلا إكس كيساوي 1 عوضنا لقينا حاجة منطقية وهي 0 تساوي 0 ولا ممكن انا كاع نقول له اجي نحسب هذا الشيء كله ونعوض اكس بواحد وفعلا غادي نلقى بانه كيساوي صفر صافي. اذا نفس المساله هنا عندنا سيدي هذه هي المعادله التفاضليه هل الحل ديالها اذا بطبيعه الحل ديالها فهو ماذا يحققها صافي. اذا ما عليا الان غير نشد هذا الحل هذا ونعوضه هنا نعوضه صافي. ولكن انا لما بغيت نجي نعوضه عندي بعدا واحد الحاجه عفوا غنديرها الشقاق شنو هو هذا؟ هذا الشقاق يعني خصني نشد هذه الدالة ونشتقها صافي. إذا باش نشد هذه الدالة هذه ونشتقها والشقاق ديالي غنعوضه هنا في المعادلة التفاضلية ديالي صافي؟ فهمنا شي تنقول؟ بون الشقاق ديال الدالة الإكسبونونسيال ضابطينه شوية؟ نعم خلينا سيدي دابا خلينا من الفيزياء إلى رجعنا مثلا الرياضيات قلت لكم أسيدي عندنا الإكسبونونسي ديال ناقص 3 إكس بريم شحال كيساوي الشقاق ديال هاد الدالة؟ ناقص 3 اكس غير واحد غير واحد لاخر نعم امين ناقص 3 اكس اكسبونونسيال في اكسبونونسيال موان 3 اكس لا في شي حاجة بريم في اف بريم ناقص ناقص 3 في اكسبونونسيال ناقص 3 اكس 3 اكس فوالا. إذا هذه عندنا هنا لهذا في الاكسبونونسيال تنهبطو نديرو ناقص 3 اكس بريم في الاكسبونونسيال ديال ناقص 3 اكس شحال الشقاق ديال هادي بالنسبة لإكس ناقص 3 في الإكسبونسي ناقص 3 إكس يعني بصفة عامة عندنا سيدي الإكسبونسي ديال ناقص ألفا إكس بريم راه هي ناقص ألفا في الإكسبونسي ناقص ألفا إكس فهم واخا الدالة الإكسبونسي مازال ما قريتوهاش في الرياضيات ماشي عائق ناخذ أنا غير الحاجة اللي بعدا نخدم بها دابا وهو نكون عارف بعد الشقاق كيفاش نشق الدالة أسية. إذا عندي الإكسبونونسي ديال ناقص ألفا إكس ياك هذا كنشقو بالنسبة لإكس نخرجو إذا هو ناقص ألفا إكس بريم شنو هي؟ راه هي ناقص ألفا الإكسبونونسي ناقص ألفا إكس هذه هي بصفة مثلا حالة خاصة وهذا مثلا بصفة عامة صافي تفهمنا؟ واضح؟ إذا غير هنا الله يرحمه اسمع اسمع هنا ضبطوا لي غير جوج الحوايج أساسيين بزاف شنو هما؟ وهو أول حاجة ما يمشيش الدين ديالي بعيد دائما هاد الدالة ديال اللي كنقراها أنا راه هي لأن عندي في الرياضيات بريم هذه أول حاجة. ثاني حاجة في الرياضيات عندي المتغير إكس دابا أنا عندي المتغير هنا هو ماذا؟ تي أنا سيدي لا فاهم الشقاق في الرياضيات ضابطه مزيان طبيعي خصني نكون ضابط لاحظتوا العام الشقاق كنخدموا به بزاف إذن أنا ضابط الشقاق ديال الرياضيات وجيت للفيزيك لقيت شي عائق لا ما يكونش هذاك عائق برمجتي دماغك دير غير ممثلة عندي سيدي في الرياضيات المتغير هو إكس عندي سيدي دابا الآن المتغير هو تي يعني تي راه هي المقابل ديال إكس اللي تنديرها دابا اللي كنديرها أنا في الرياضيات صافي فاهمين هادشي اللي درت دابا ياك. إذن أول حاجة شنو سيدي غندير؟ غادي نديرو الآن الشقاق ديال U C T بالنسبة لماذا؟ للزمن. إذن هي الشقاق بالنسبة للزمن ديال من؟ ديال A الإكسبونسيال موان ألفا T زائد ماذا؟ B صافي؟ تفهمنا؟ ها
هاد شوف هاد الكتاب الله يرضيك دينا ديتي راه هي بحال لا كدير في الرياضيات بريم صافي فهمنا اذن ا صافي ياك تخرج وغادي نشق هادي اذا شنو غتولي غتولي هي ا في الشقاق ديال هادي بالنسبه للزمن لاحظ غير المماثله هي ناقص الفا في الاكسبونسيال ناقص الفا شنو عندي جوج الحوايج نعاودهم شحال مره غنبقى نعاودهم وهو عندنا في الرياضيات كنديروا الشقاق بريم هنا كنديروا دي على دي تي راه هي كتمثل لي ماذا بريم صافي واضح ثاني حاجه في الرياضيات عندي المتغير اكس دابا المتغير اللي عندنا دابا هنا وهو تي لان حنا دابا كندرسوا تغيرات ديال واحد الداله زمنيه المتغير فيها ماذا هو الزمن تي صافي وفي راسيني بي الشقاق ديالها شحال كيساوي صفر لانها ثابته كره ا ثابته صافي بالنسبه ديال ا هي ثابته هي ا ثابته ولكن ا الله يرضيك حين جايه في الجداء راه درتها لكم قبيله صاحبي وهي درنا اسمو درنا قبيله درنا ك في الي اكس هي ك بريم شنو هي؟ هي ك اي بريم لي اكس اما ك زائد اي لي اكس بريم راه هي اي بريم لي اكس واضح؟ اشنو غنديرو دابا الان؟ اذا خدينا سيدي الحل اشنو غنديرو الان؟ غادي نعوضو في المعادله شقينا غادي نعوضو يرضيك فين؟ في المعادله التفاضليه أرى سيدي نعوضه في المعادلة التفاضلية إذن نعوض فين؟ في المعادلة التفاضلية زيرس شمع إذن عفوا ممكن أن نحيد عليها الأقواسيات إذن غادي نرد موان ألفا أ لكسبونسين موان ألفا تي صافي؟ ماشي مشكل غيرت المواضيع ديالهم اف بي صافي اذا نعوض في المعادله التفاضليه شنو غتولي عندي سيدي طو في ناقص الفا ا ليكسبونسيل موان الفا تي صافي دابا شنو كيمثل هذا المقدار او هذا التعبير هو الشقاق ديال اي سي زائد اي سي اي سي غنعوضها بالتعبير ديالها هي ا ليكسبونسيل موان الفا تي زائد بي الكل يساوي لا إذن ها هي طو ها الشقاق ديال يو سي ها يو سي يساوي ان واضح ما نساش انا هادشي كله باغي نلقى التعبير ديال ا والفا وبي صافي مزيان واضح إذن غنحيد سيدي هاد الاقواس هادو إذن هنا عندي جداء ما كاين حتى مشكل إذن غتولي سيدي موان الفا طو سين موان الفا تي زائد ا ليكسبونسيل موان الفا تي كتساوي او ماذا ناقص بي بي مشات للجهه الاخرى غيرنا الاشاره ديالها واضح اذا من بعد غادي نعمل باش ا ليكسبونسيل موان الفا تي شنو غتولي عندي ا ليكسبونسيل موان الفا تي عامل لواحد ناقص الفا في طو الله يرضيك شوف في التعميل دائما تعلموا تعملوا منين نعمل دائما نسبق الموجب صافي اذا يساوي ماذا ناقص بي صافي او ماذا ناقص بي اذا وصلت سيدي لهذه المرحله هذه ردت ليها البريبه بزاف دابا سيدي عندي الان متساويه هذه شنو قلنا متساويه بون شنو كتمثل او القوه الكهرومحركه ديال المولد اللي هي ثابته مادام انه مولد مؤنثل للتوتر زيد وبي مازال ما عرفتش انا التعبير ديال بي ولكن في الاول قلنا بانها ثابته اذا عندي ثابته ناقص ثابته شحال عندي يساوي ثابته اذا هذا الطرف الثاني من المتساويه ثابت فهمنا في حين ان الطرف الثاني متغير علاش متغير لان فيه واحد المقدار تيتغير واش الزمن واقف تيتغير اذا ما يمكنش حاجه مقدار ثابت يساوي لي حاجة متغيرة إلا
الى تحقق عندي واحد الشرط. شنو هو؟ وهو هذا المعامل يكون يساوي ماذا؟ صفر. شي هذا واحد النوع من المعادلات كيتسمى المعادلات البارامتريه في الرياضيات. صافي. اذا فهمت هذا الشيء اللي قلت دابا الان؟ اذا هاد او ناقص بي اعطينا حاجه ثابته، هذا الطرف متغير. اذا باش تحقق عندي المتساويه، اذا لكي تتحقق هذه المتساويه، شنو كنقراو هذه؟ مهما كانت كدير نتيجتك، مهما كانت يجب ان يكون واحد ناقص الفا طو ماذا؟ واحد ناقص الفا طو، واحد ناقص الفا طو كيساوي صفر، اي الفا تساوي واحد على طو، الفا تساوي واحد على طو. اذا هاد الفا هذه احنا لقينا التعبير ديالها ما هي الا مقلوب ثابتة الزمن. صافي. اذا بعد ما حددت سيدي الان الفا، يمكن لي نحدد ماذا؟ بي. اذا هذا المقدار منعدم، نضرب في اي قيمه غتكون منعدمه، اذا تطلع منعدم. اذا من جهه اخرى ناقص بي كتساوي صفر، يعني ان بي تساوي ماذا؟ اذا شحال من وحده لقينا التعبير ديالها؟ لقينا الفا وبي، بقى لنا الان ماذا؟ تحديد راه الشرط البدئيه عند تساوي صفر. نعم اسميتك؟ باش غنحدو بالشروط البدئيه. وهي شنو كنعني بالشروط البدئيه؟ وهي عند اصل التوارث. سالس. اذا عند تي كتساوي ماذا؟ صفر. اذا اس عند اللحظه تي كتساوي صفر. الى عوضت تي بصفر في المعادله في الحل ياك شنو تعطينا؟ تعطينا سيدي هي ا ليكسبونسي ديال صفر زائد ماذا؟ بي. شحال هي الاكسبونسي ديال الصفر؟ واحد. اذا تعطينا ماذا؟ أ زائد بي. صافي. وتجريبيا شحال كان التوتر بين مربطي المكتف عند اصل التواريخ؟ صفر. راه حنا قلنا المكتف ديالنا غير مشحون، واعتبرنا اللحظه اللي غلقنا فيها قاطع التيار هي اصل ماذا؟ التواريخ. اذا عند اللحظه تي كتساوي صفر كان التوتر بين مربطي المكتف شحال سيدي؟ صفر. إذن أوس عند اللحظة التي كتساوي صفر من المعادلة هي، وأوس عند اللحظة التي كتساوي صفر تجريبيا هي صفر. إذن من هاد الجوج غنستنتج بأن أ زائد بي كتساوي صفر، يعني أن أ تساوي ماذا؟ ناقص بي، يعني تساوي ماذا؟ ناقص أ، باعتبار أن بي تساوي ماذا؟ أ. إذن إلى عوض التعبير ديالهم في الحل، إذن غيولي أسيدي عندي الحل النهائي شنو هو أسيدي؟ U C L T كتساوي ناقص E لإكسبونسيال موان T على طو زائد E، يعني U C L T كتساوي E عامل واحد ناقص لإكسبونسيال ديال ناقص T على طو. صافي. إذا باش غتفيدني سيدي مولاي أنا هذا الحل اللي وصلت له في الأخر، وهو نقدر من خلال هذه المعادلة أو من خلال هذه العلاقة نعرف نعرف التوتر بين مربطي المكتف عند كل لحظة. كما قلت أنا مثال قبيلة، مثلا هذا المكتف استغرق لنا 20 ثانية باش يتشحن. إذن إلا كنت أنا عارف القوة الكهرومحركة ديال المولد وعارف ثابتة الزمن اللي هي بكل بساطة هي إف سي، إذن مثلا كما قلت مدة شحن المكتف استغرقت لي 20 ثانية، إذا عند اللحظة تي كتساوي 3 سكوند بغيت نعرف أنا شحال كان التوتر بين مربطي المكتف، غادي نعوض ديك تي ب 3 سكوند. بغيت نعوض تي المكتف عند اللحظة 7.2 سكوند، نعوض تي ب 7. بغيت نعرف التوتر بين مربطي المكتف عند اللحظة 14 سكوند، ما عليا غير نعوضها. صافي؟ يلا سيدي خذوا لنا هذا الشيء الله يرضيكم. دابا سيدي الآن وصلنا للحل النهائي.
بمعنى آخر وصلنا الآن للتعبير التوتر بين مربطين مدى المكتف بدالة الزمن، اللي هو كما قلت التوتر بين مربطين المكتف فهو عبارة ماذا؟ عن دالة زمنية كيتغير ماذا؟ مع الزمن. صافي دابا سيدي خدينا هذه المعادلة التفاضلية، خدينا هذه سيدي هذه الدالة هذه وبغينا نرسموا المنحنى ديالها ياك. في الرياضيات راكم عارفين عندنا واحد المجموعة ديال الترتيبات كنتبعوا المنحنى ديال واحد الدالة ياك، نديروا مجموعة التعريف، نديروا الاشتقاق، نديروا جدول التغيرات إلى آخره إلى آخره. حنا هنا ماشي نديروا كامل، إذا بغيت أسيدي رسم المنحنى اللي كيمثل تغيرات الدالة أو سيلي تي بدلالة مدى الزمن، شتي يكفينا سمعت يكفينا مثلا ندير غير حدودية هذه الدالة بالنسبة للحظة تي كتساوي صفر وبالنسبة مدى لانفيني. لانفيني معنيتها ان خلينا المكتف مدة طويلة كيتشحن. صافي؟ إذا يوسي عند اللحظة تي كتساوي صفر، ها هو يوسي عند اللحظة تي كتساوي صفر، ها هو. إلا عوضت دابا طيب صفر. ها؟ ليكسبونسي ديال صفر شحال هي؟ واحد ناقص واحد، صفر نضربها في صفر، إذا يوسي عند اللحظة تي كتساوي صفر، صفر. دابا يوسي عند لانفيني، يعني عندما تي يؤول ماذا؟ لانفيني. ها هو سي اسمع، واخا كما قلت انا الداله الاكسبونسيال مازال ما درتوهاش في الرياضيات ولكن ماشي مشكل نعقل على هاد الحوايج. اذا عندما تي تؤول لانفيني تي على طو تؤول فين؟ لانفيني، لان طو موجبه موان غتولي موان لانفيني، والاكسبونسيال ديال موان لانفيني يؤول ماذا؟ نحو الصفر. اذا هذا المقدار كله عندما تي يؤول لانفيني هذا كله يؤول ماذا؟ نحو الصفر. اذا غتبقى او عامل واحد ناقص صفر، اذا او سي تؤول ماذا؟ نحو قيمة ثابتة اللي هي صافي. وبالتالي المنحنى ديال هاد الدالة ديالنا كيكون على الشكل التالي. صافي؟ يعني كيعطيني فكرة على أن التوتر بين مربطي المكتف كيبقى يزيد أو كيتغير مع الزمن على شكل دالة أسية تصاعدية، كيبقى يزيد 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 حتى لواحد اللحظة وكياخذ ماذا؟ قيمة ثابتة اللي هي كتساوي ماذا؟ القوة الكهرومحركة ديال المولد لشحن. صافي؟ ومن خلال هذه الدراسة هذه تيبان لي بأن هذا المنحنى ديالنا كيبين لي على أن التوتر بين مربطي المكتف كيتغير على شكل النظامين، هذا كنسميه نظام انتقالي. اللي تم في هذه المدة اللي هي مدة الشحن اللي استغرقها المكتف تتشحن، وهنا ماذا؟ نظام دائم. صافي؟ واللي هو سيدي شنو هذا النظام الدائم؟ وهو مرحلة اللي استقر فيها التوتر بين مربطي المكتف وأصبح ثابتا. صافي؟ مفهوم؟ وتجريبيا شوف معايا اسمع، إلا خدنا المكتف ياك اسمع ودرنا بين مربطيه جهاز راسم تذبذب ذاكرتي أو وسائط معلوماتية، فشكل المنحنى اللي غيبان على الشاشة راسم التذبذب غيكون نفسه هو هذا. فهم؟ يعني كاين هناك تطابق بين ما هو نظري وبين ما هو مدى تجريبي. صافي؟ إذا كما قلت أنا الآن هذا تعطيني فكرة على كيفية تطور التوتر بين مربطي المكتف مدى بدال الزمن. يعني واحد المكتف غربطوا مع واحد المولد عبر واحد الموصل أمي إلى آخره، اشنو اسيدي غيبقى يتغير التوتر بين مربطيه على شكل دالة أسية تصاعدية حتى لواحد اللحظة وكياخذ ماذا؟ قيمة ثابتة وكيستقر. صافي؟ إذا بهذه الفقرة غادي نكتفيو هذه الحصة ياك، ونستأنفو حصة أخرى إن شاء الله.